لما تيجي تتكلم على بدر رجب هتحتار، تتكلم على بدر رجب الإنسان ولا بدر رجب اللاعب ولا كابتن بدر رجب المدرب. على مدار عشرة عمر طويلة رافقت الكابتن بدر رجب سواء كلاعب أو مدرب أو حتى في الغربة لما خاض تجربة كبيرة وحافلة ترفع الرأس للمصريين مع نادي الجزيرة الإماراتي من 2007. لما تتكلم على بدر رجب الإنسان هتلاقي بدر رجب ابن البلد الجدع، صاحب صاحبه اللي كتفه في كتفك، اللي تلاقيه وقت الشدة قبل الفرح معاك، ما بيسيبكش أبدا. ده بدر رجب، وكل أصحابه وكل أصدقائه عارفين الكلام ده كويس، وتعرف الكلام ده كويس لما تعاشه كمان في الغربة. أما بدر رجب اللاعب فحدث ولا حرج، معلم خط الوسط اللي أول مباراة الناس ربطت بينها وبين أساطير لعبت في نفس المكان، مباراة النادي الأهلي لما قرر إنه يلعب ويستكمل بطولة كأس مصر بالناشئين 1985. كان بدر رجب هو الأسطى بتاع الفريق في خط النص، بداية من مباراة الزمالك اللي فجروا فيها المفاجأة الكبيرة. الناس كانت بتشفق على لعيبة الأهلي الصغار إن هم هيلعبوا الزمالك بكامل نجومه، ولكن شباب الأهلي حقق المفاجأة وكسب الزمالك 3-2، وكان بدر رجب من المباراة الأولى رغم إنه لعب قبلها 10 دقايق في مباراة المصري البورسعيد السنة اللي قبلها، ولكن المباراة دي تحديدا أكدت لكل الأهلوية إن إحنا عندنا معلم جديد في خط النص. بسم الله ما شاء الله، سكيمة بتاع الفريق اللي يعرف يستلم الكرة إمتى، يعرف يوجه الملعب إمتى، وخلاص حجز مكانه إن هو صغير وسط فريق النادي الأهلي الأول. بسم الله ما شاء الله، مسيرة حافلة، ولكن للأسف الشديد ما خدش حظه الكامل مع منتخب مصر رغم القدرات الكبيرة اللي أثبتها بدر رجب، واللي كان مرشح للاحتراف في مونشن جلادباخ الألماني مع زميله في الفريق وفي نفس الجيل حسام حسن، ولكن طلبات النادي الأهلي اللي كانوا شايفين انه ما ينفعش يستغنى عنهم في الوقت ده الا بمبلغ كبير رفض مونشن جلادباخ اتمام الصفقة، رغم ان هي كانت خلاص على وشك ان هي تتحقق. ولكن بدر رجب مع منتخب مصر ورغم المسيرة الحافلة ليه في تصفيات كأس العالم مع الكابتن الراحل محمود الجوهري، لكن ما كانش سعيد الحظ انه يلعب في المونديال، وكان احد اشهر اللعيبة اللي اتظلمت في عدم المشاركة في كأس العالم 1990 في إيطاليا. معظم النجوم المتألقة دلوقتي في سماء الكرة الإماراتية طالعين من تحت إيد كابتن بدر رجب، زي خليفة النوبي ومحمد العطاس ونواف وإدريس ويوسف أيمن وزايد العمري ومحمد اليماحي ومحمد عبد الله وهزاع سبيت خاطر، كل دول نجوم ومواهب ودرر اكتشفها كابتن بدر رجب. كل التوفيق ليه، منور بيتك، منور البيت الكبير مع المجري. هتقول ايه للكبات ده؟ عشرة عمر أسامة، ده عشرة عمر أسامة السويسي، ده عشرة عمر يا كابتن مصطفى. بس انت حضرتك طبعا قدامك القعده تخد، فانا لا نسيت. يا حبيبي لا لا فانا نسيت طبعا، ده من اخ عزيز وكريم، ومش انا اللي صاحب صاحبي، هو صاحب صاحبي. حاجه جميله جدا 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 أسامة ده.